نروح ايضا لاسم كبير في تاريخ التدريب العالمي، واحد من الاسماء الكبيره، ليونيل بونيتش، مدرب فريق سبورتنج لشبونه الاسبق ومساعد مدرب المنتخب البرتغالي الاسبق. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. مساء الخير، وطبعا حاجة كويسة جدا ان انا اكون معاكم على التلفزيون المصري. ده شرف كبير لينا. بداية كده لازم اسألك عن متابعتك لكأس الأمم الأفريقية، هل تتابع في الوقت الحالي بطولة كأس الأمم الأفريقية ومشاركة منتخب مصر وباقي المنتخبات فيها؟ طبعا انا متابع الفرق بس ما بتفرجش على الماتشات كلها، بس ما فيش حد معين انا متابعه، انا متابع كل الاخبار بتاعه كل الاخبار. وطبعا انا سمعت طبعا ان منتخب مصر واحد من المنتخبات القويه، وطبعا لان انا اشتغلت في اسكندريه، وطبعا ده شيء كويس ان انا اتابع المنتخب بتاع مصر. طبعا اشتغلت مع فريق الاتحاد الاسكندري الكبير. اسالك طيب على كارلوس كيروش، مش عارف متابع الاخبار دي ولا لا، بس تعرض لانتقادات في الفتره الماضيه مع المنتخب المصري من الجماهير المصريه على ضوء المباريات الماضيه في كاس الامم الافريقيه. للأسف أنا ما سمعتش عن أي حاجة من دول. أنا بس اللي عرفت إن منتخب مصر اتأهل للدور الـ16، وسمعت كتير إن هو واحد من أقوى المنتخبات اللي موجودة في البطولة دلوقتي، وفي بعض اللعيبة الأقوياء من فرق في أوروبا طبعا، وطبعا في بعض الفرق المصرية. طيب أنت رأيك إيه تحديدا في كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي الكبير، رأيك بشكل عام يعني؟ نتكلم عن كوتش كيرويش. أنا عمري ما اشتغلت مع كوتش كيرويش، بس كوتش كيرويش عنده سي في، عنده سيرة ذاتية قوية جدا، عنده خبرة قوية جدا، عدى على أكثر من منتخب أو أكثر من فريق قوي جدا، درب المنتخبات، وطبعا لازم نشجعه، لازم نقف جنبه، وطبعا لازم نشتغل معاه علشان يكسب الكان اللي هي الأفريكان كوب نيشن. ليونيل بونيتش مدير فني لفريق سبورتنج لشبونه البرتغالي الاسبق، والمدير الفني الاسبق ايضا لفريق الاتحاد السكندري. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.